أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: ما الوسائل التي تعيد حلاوة الإيمان إلى القلب بعدما فقدت بسبب الذنوب والمعاصي؟ جزاكم الله كل خير. الإقبال على الله جل وعلا بامتثال أوامره وترك نواهيه، والإكثار من تلاوة القرآن بحضور قلب، والإكثار من قراءة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالسة الصالحات من المسلمات، وتعلم العلم النافع، كل ذلك مما يقوي الإيمان في القلب، والإكثار من ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم.